الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدات السادة الأفاضل، أيها الحضور الكريم، في إطار الورش الذي نشنته وزارة الداخلية والمتمثل في تحقيق فعالية أكثر ومجاعة أكبر لترشيد أمثل الموارد البشرية بهيئة رجال السوق من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتماشيا مع توجيهات الأولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، والتي أعطى فيها جلالته الأولوية لتحسين ظروف عيش المغاربة لما يسود كرامته ويقلص الفوارق المجالية والاجتماعية من خلال نموذج تنموي يساهم في إرساء قواعد عدالة مجالية وولوج أحسن. لذلك أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية وللنهوض بالسياسات الاجتماعية والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بعد توفر النظرة الشمولية ووجود الكفاءات المؤهلة والشروط اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة. انتهى كلام صاحب الجلالة. وفي هذا السياق نشرت مصالح وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، جعلت من مقوماتها إعادة انتشار للكفاءات المهنية بما يضمن إغناء للمسار المهني لرجال السلطة من جهة، وتوفير المصالح الأمنية والخارجية. هكذا شركاء المجتمع المدني مدعومون للتجاوب الفعلي مع التوجيهات الأولوية السامية والعمل على تفعيلها في الممارسة الميدانية اليومية، حتى لا تبقى كخطابات سجينة قاعات اجتماعات أو شعارات تزداد بها خطبنا التي نلقيها في العديد من المناسبات الرسمية. الذي هو من مواليد سنة 1972 بزبورة، حاصل على الإجازة في إدارة المقاولات من جامعة القاضي عياض بمراكش سنة 2013، حاصل على الماستر في المقاولات واستراتيجية الشركات الصغرى والمتوسطة سنة 2018، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية بالفوج 53، سبق له أن استفاد من تدريب عملي لمدة 10 أشهر بإقليم سيدي بنور من أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019، وقد تم تكليفه برئاسة الملحقة الإدارية السادسة ببشرية المحمدية. السيد نبيل بن عطان، الذي هو من مواليد سنة 1968 بمدينة الدار البيضاء، متزوج وله ابن واحد، حاصل على الماستر في الحكمة سنة 2010، دكتوراه في علم الاجتماع السياسي سنة 2018، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية بالفوج 48، سبق له أن شغل الوظائف التالية: قائد ملحقة إدارية بالخميسات من سنة 2013 إلى 2018، قائد قيادة بعمل الشوكة إتباها من 25 يونيو 2018 إلى 20 مايو 2019، ابتداء من 20 مايو 2016 أسندت له رئاسة قيادة إيتمنيك بعمل الشركة إتباه، وقد تم تكليفه برئاسة الملحقة الإدارية السابعة لبشوية محمدية. السيد خالد مبتعش، الذي هو من مواليد سنة 1966 بمدينة مراكش، متزوج وله طفلين، حاصل على الإجازة في اللغة الفرنسية وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية مراكش 36، سبق له أن شغل منصب المناصب التالية: موظف بعملات سيدي يوسف بن علي بمراكش منذ سنة 1969، قائد رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بعملات تمالا منذ أكتوبر سنة 2005، أسندت له رئاسة دائرة تمالا بالنيابة في شهر أبريل سنة 2007، وسنة 2009 من قائد رئيس الملحقة الإدارية السابعة بعملات تمالا. بتاريخ 13/10/2010 انتقل للعمل بعمالة طنجة أصيلة كقائد رئيس الملحقة الإدارية 24.
في شهر شتنبر من سنة 2000 ملحقة الإدارية الثالثة للبشرية في الحرب. السيد خليل عثماني الذي هو من مواليد سنة 1976 بوزان، متزوج وأب لابنتين، حاصل على دبلوم الإجازة في الجغرافيا، الماستر في الجغرافيا جامعة عبد الملك السعيد بتطوان سنة 2009، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 2013، حوش نيويورك. سبق له أن شغل الوظائف التالية: الله العلي القدير أن ينصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه وأمن عليه نعمة الصحة والعافية. اللهم أمد في عمره وأنبته نباتا حسنا وشد أصره بصنوه وشقيقه المجيد المولى رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة نعمة الأمن والاستقرار. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا المؤمنين أجمعين آمين. بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. المواطنة التي تلامس الميدان من شغلات المواطنين بما يضمن الارتقاء بالإدارة الترابية تلعب الدور المنوط بها كأحد آليات الحكامة الترابية الجيلية والنجاعة المؤسساتية في تنسيق دائم بين مختلف الفاعلين والمتدخلين من منتخب. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.